والفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في حوار خاص به النهار سيبث سهرة اليوم الثلاثاء عن العديد من الحقائق في قطاع الفلاحة، حيث أفاد الوزير بأنه في معركة دائمة على مستوى الحكومة حول قضية تحويل أراضي الفلاحية إلى عمران، وأنه قد اتخذ قرارا من أجل حمايتها يقضي بعدم التنازل عن كل أرض ذات مردودية إلا بقرار من مجلس الوزراء. أراضي الفلاحية لتحول إلى عمران خاصة حول المدن الكبرى، وهذا كان دائما يقولوا نقاش كبير إلى تحويلها، خاطر كل ما تحولت أرض من الفلاحة معناها الإنتاج يقلص. الإنتاج ينقص، ولكن في نفس الوقت عندنا برنامج لتوسيع الأراضي والاكتساب أراضي جديدة وإنشاء مستثمرات جديدة. الأراضي الفلاحية ما تتحول إلا بمرسوم، معناها لازم القرار يتخذ على مستوى الحكومة، وإذا كانت بنوعية عالية ما تتحول إلا بقانون، معناها تروح لمجلس الوزراء وتروح حتى البرلمان، هذا كي تكون الأراضي ذات نوعية عالية. الوزير وفي حوار الذي خص به تلفزيون النهار وجه دعوة صريحة لرجل الأعمال ربراب للقيام بزيارة المنيعة والوادي حتى تزول شكوكه حول الاستثمارات القائمة بالجنوب، نافيا قاطعا أن يكون قد تلقى طلبا رسميا من هذا الرجل من أجل الحصول على 100,000 هكتار للاستثمار فيها في مجال الفلاحة. أنا ماليش في حق التشكيك، احنا نروحوا للمنيعة نشوفوا الناس هاي تخدم، نشوفوا الناس هاي تجيب 8 قنطار في القطاع هكذا، وهذه حقيقة. نعم. هذا القمح هذا راهم يديروا فيه ويشربوا فيه. نعم. هذا هذا موسى البطاطا تاع واد شوف راهي على مستوى الوطن، رانا كاع ناكلوا فيها. ها؟ نعم. والناس تعفر عليها قال لازم البطاطا تاع واد شوف هكذا. نعم. إذا هذا حقيقة ولا مش حقيقة؟ رسميا ما عندنا والو على مستوى الوزارة. نعم. عندنا سمعنا قال حاب نستثمر. نعم. قال مرحبا بك روح الولايات. نعم. لأنه كلش يتقرر على مستوى الولايات، روح. ومن بعد سمعنا على حساب الجرائد هذا باللي طلب 100,000 قالوا له ما نقدرش نعطوك 100,000 هذا، لانه حتى حقاش في الصحراء على بالك الماء راه في كيف يقولوا دون دي ناب مش مجمول هكذا. قال له مسؤولين تاع الموارد المائيه قالوا ما عندناش احنا 100,000 قطار باش نقدروا نمدوا لها هكذا. هذا وستتابعون حوارا مطولا مع وزير الفلاحه رشيد بن عيسى حول اهم مشاكل قطاع اليوم في الصحراء. يعاني فلاح ولاية تيارت عدة انتهاكات ضد الأراضي الفلاحية قصد تحويلها إلى عمارات، مما أصبح يشكل هاجسا مرعبا بالنسبة لعديد الفلاحين الذين أصبحوا على مرمى عين من زحف المدن التي تهدد بالتهام أراضيهم أمام عيونهم. وهي الظاهرة التي يعيشها الفلاح بالعربي بوشمة ببلدية عين كرمس بتيارت بعنوان الحجرة. هذا الفلاح الذي يستغيث اليوم بالمسؤولين على مستوى وزارة الفلاحة لإنقاذ أراضيه أو أرضه الفلاحية. الزميل ديار بن داود والتفاصيل. هاد البلاد راهم معززين عليها، وشكيت الشاهد في الدائرة وجا شاف عينه وما بين لي حتى طري، ما بين لي حتى طري، وراهم كل شيء خداه لي، لا بحيرة لا شجرة لا كل شيء تركه لي. وروحوا شوفوا هاد الشجرة كي راه صار لها، علاه راني نحوس نفيد وانا نحوس نخلي؟ اذا راني نحوس نخدم ما يحقرونيش، وراهم ثلاثة تاع الفيز تاع الماء ثلاثة على ثلاث خطرات، على ثلاث خطرات تنكروا لي بلادي وتصنعوا خسروها لي، وقالوا لي نعوضوا لك ونديروا لك، وخرج الخبير وخسرت الدراهم وخرجته، والنهار التالي قاسوه لي. في جو من التضامن الإنساني والمتعة الكروية كان الموعد مع اختام الطبعة 15 لدورة ما بين الأحياء راديو زرمضان فوت. نهائي دورة هذا العام سيبقى خالدا لإحيائه الوقفة الإنسائية أو الإنسانية التي تذكرت عائلات الطفلين هارون وإبراهيم وأكذا الطفلة بريئة نادية، إضافة إلى تكريم عائلة نادي رائد القبة في مصابها اللاعب الأبراوي مهدي، وهذا بحضور شخصيات سياسية ورياضية معروفة. كي اللي بيديك هكا يستعرفوا بيك ولا تقعد قاعد. ايا اذا
تحية خاصة للجمهور الرياضي اليوم اللي حضر بقوة في هذه الدورة. اليوم تفكرنا عائلة هارون، عائلة إبراهيم، وعائلة البراوي، وعائلة نادية. هو عمل تضامني وعمل إنساني، مما يدل على أن الشعب الجزائري يعني هو شعب كتكون المحنة يتحد. اليوم كافأنا هذه العائلة بعمرة، نتمنى إن شاء الله باش كيكونوا في هذاك البيت يتفكروا أولادهم بالرحمة. أنا نقول مبادرة جد طيبة، لأن اليوم هاكو شفتوا هذا الجماهير اللي راهم موجودين اليوم هنا. هذا تكريما للأطفال يعني الضحايا يعني اللي صرات يعني اللي هما هارون وإبراهيم ونادية. دورة رمضانية فيها جو، فيها التهاخي، فيها بعد اجتماعي باش نفكروا الناس اللي ماتوا، باش نكرموا ناس اجتهدوا. خاطر كي باش تحكي على التكوين، هنا نقطة مفزعة للدول المغاربية انه ما عندناش تكوين. الفورماسيون على سيف دي جون ماتت، وهنا ممكن للمسؤولين وللدول المغاربية في مسؤولية على الرياضة وكرة القدم خاصة يرجعوا يكونوا يرجعوا الفورماسيون. يعني داروا لنا مبادرة مليحة تسمى، حيونا فيها طلعوا لنا شويه المورال كدا، ومام كانت حاره مليح، وزادوا كيما نقولوها زي يولوا الشعب اللي يعودوا يتولوا بالولاد الصغار وكرموا المعوقين. كانت مبادره مليحه ونشكروا الجمعيه مليح بزاف تاع الراديو هذه. مبادره جميله خاصه في هذا الشهر الكريم. في موضوع آخر، قال جوزيف جاد أن مؤسسة نجمة جاهزة لإطلاق خدمة أرجيل الثالث في الأيام القليلة القادمة، وسيستفيد أكثر من 1,000,000 مشترك على شبكة نجمة من هذه الخدمة في الدفعة الأولى. أما عن الأسعار فقال ذاتها المتحدث أنها مدروسة وستتماشى والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري. الزميلة زهيدة ثابت والتفاصيل. C'était quoi le feedback après les commentaires sur ça? Alhamdulillah, quand nous avons misé. اليوم استطيع ان اقول ان نجمة جاهزة لاطلاق خدمة الجيل الثالث، جاهزة 100% لاطلاق خدمة الجيل الثالث. وعند الاطلاق الاولى في اليوم الاول سوف يكون اكثر من 1,000,000 مشترك 3G على شبكة نجمة، الذين هم اليوم في خدمة ال 2G وسوف ينتقلون اوتوماتيكيا لخدمة 3G. بالنسبة للأسعار سوف تكون هناك أسعار مناسبة جدا، كما عودتكم نجمة منذ 2004 على الديموكراتيزاسيون إلى بس دي بري. سوف نقوم في الجهود ذاتها لتخفيض الأسعار ولبسط يعني أسعار متناسبة لكل شرائح السوق الجزائري إن شاء الله. وفي ذات السياق، كشف جاد عن أرقام أرباح مؤسسة نجمة للسداسية الأول سنة 2013 والتي فاقت التوقعات وكانت كسابقة أولى من نوعها. النصف الأول من هذه السنة أعلنا على 523 مليون دو دولار دو شيف دافير دو ريفنو، 523 مليون دولار إيرادات، 219 مليون دولار بينيفيس بروت، و94 مليون دولار بينيفيس نت. شكلوا 19% من نمو من الإيرادات من بالنسبة للسنة الفائتة، 26% من الشيفر بروت، و300% من البينيفيس نت. بتمنى عيد مبارك لكافة الجزائريين والجزائريات، وأتمنى الخير والصحة والعافية والتقدم والازدهار للجزائر الحبيب. شكرا، وبإذن الله مشاهدينا بهذا نطوي وإياكم صفحات هذا الموجز الإخباري. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم. السلام عليكم مشاهدينا اينما كنتم، اهلا بكم الى موجز من الانباء من قناة النهار، والبداية بالعناوين. القضاء الايطالي يكشف عن تورط الذراع الايمن للوزير شكيب خليل في سرقة 123 مليون دولار. وزير الفلاحة يعلن الحرب عن ناهبي القعقاع الفلاحي ويدعو الابرام للاستثمار في الجنوب. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذا الموجز.
أعلن القضاء الإيطالي أنه بصدد تنفيذ أوامر قضائية لاسترجاع 123 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 10,000 مليار سنتيم، تتواجد في الحساب الشخصي لفريد بجاوي الذي تعتبره العدالة الإيطالية الذراع الأيمن لوزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، الذي لا يزال يخضع للتحقيق من طرف القضاء في الجزائر. وقالت مصادر قضائية إيطالية اليوم الثلاثاء أن النائب العام لقضاء ميلانو أصدر مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي المقيم حاليا في الإمارات العربية المتحدة، والذي يجري البحث عنه من طرف القضاء الإيطالي في إطار تداعيات فضائح شركة إينيا الإيطالية التي تعتبر من أبرز الشركات المتورطة في فضائح سوناتراك. وكشفت تحريات القضاء الإيطالي أن الذراع الأيمن لشكيب خليل تمكن على أو من تهريب نحو 100 مليون دولار وضعها في حسابات بنكية بسنغافورة، بينما تم وضع الباقي في حسابات بنكية بهونغ كونغ. ويعتبر فريد بجاوي من أبرز الملاحقين من طرف القضاء الإيطالي، وقد ورد اسمه ضمن شبكة دولية تورطت في تهريب مبالغ مالية ضخمة نحو عواصم آسيوية بعد أن سيطر هؤلاء على دوائر القرار في شركة سوناتراك في الجزائر وعلى فروع مؤسسة إيني الإيطالية.